طعنة جديدة في ظهر القضية الفلسطينية، هذه المرة من ذوي القربى. فبعد إعلان الإمارات تطبيعها العلاقات مع الاحتلال، خرج الغزاويون في مسيرة دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي تحت شعار لا لخيانة فلسطين. واليوم كل شعبنا الفلسطيني يخرج ليدلي بدلوه وليعلن صراحة موقفه من هذا الاتفاق الكارثي وهذه الجريمة الكبرى التي ارتكبتها دولة الإمارات بتطبيعها وتوقيعها اتفاق مع دولة الكيان الغاصب الذي أقام كيانه الغاصب على أنقاضنا وعلى أنقاض مدننا وقرانا. الرفض الفلسطيني كان على جميع المستويات، الشعبية منها والفصائلية وحتى الرسمية، وسط مطالبات بكبح جماح الدول المطبعة وتجريم فعلها. إن هذا التطبيع الذي يمثل طعنة غادرة لن يعطي الشرعية لهذا الاحتلال الصهيوني. سنواصل هذه المسيرة، مسيرة الجهاد والنضال. ما جاء بالأمس وهو الأخطاء خلق عدو جديد وهمي في المنطقة يتمثل بجمهورية إيران الإسلامية. نقول لهم جميعا خسئتم، فقط نحن أمام عدو واحد يتمثل بالحركة الصهيونية بهذا الكيان الغاصب. في أوسلو وفي كامب ديفيد الوحدة الفلسطينية والحل من أوسلو، مطالب الجماهير التي ترى أن جريمة تطبيع الإمارات لن تكون الأخيرة في ظل الوضع العربي المتردي. فصل جديد من فصول المؤامرة التي تهدف إلى تصفية قضيتهم، هكذا يزعم الفلسطينيون اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، اتفاق يؤكد الجميع هنا أن خيانة موقعيه لن تزيدهم إلا تمسكا بحقوقهم وثوابتهم. أحمد شرذان، غزة، الميادين.